وتتكلم عن أي جريمة لازم يكون بعض من ضحاياها إريتريين. يعني إذا سمعت إنه في جماعة غيره فأكيد فيهم إريتريين، أو إذا سمعت إنه في ناس ماتوا جوع في الصحراء فقطع شك إنه فيهم إريتريين، أو إذا شفت لك مقطع فيديو لداعش تضبح فيه ناس فاحتمال كبير إنه يكون بيناتهم إريتري. بس اليوم حنتكلم عن جريمة تحتل المركز الثالث في مصادر دخل الجريمة المنظمة، جريمة الاتجار بالبشر في شرق السودان. القاعدة تمارس ضد الأبرياء العزل من سكان معسكرات أو الهاربين من نار الحكومة الإريترية عشان بعدها يقعوا في عصابة الاتجار بالبشر. ما حنتكلم عن أسباب ولا عن تعريفات لغوية وإحصاءات دولية للجريمة. كلامي هو إيش دور الإريتريين الموجودين في السودان تجاه الجريمة القاعدة تمارس بأبشع صورها أمام مرأة ومسمع من العالم. كان ممكن أقول إيش دور الحكومة السودانية أو دور الشعب السوداني، بس في مثل يقول ما حك جلدك زي ضفرك. عمد ونظارات وقبائل ورابطة ابناء فلان ورابطة بني فلان، نفسي عارف أنا إيش شغلهم. ليش مثلا ما سمعنا إن يوم من الأيام واحد منهم استنكر القاعد يحصل، نساء تغتصب وعصابات تدخل معسكرات الأبرياء في واضح النهار وتخطف وتقتل، عينك يا تاج، وما في حد منهم يحرك ساكت. تعال في المقابل شوف لما تكون القضية قبيلة أو عشيرة أو أنساب، تقوم الدنيا وما تقعد، الكل فيهم يستنكر كبيرهم وصغيرهم، وكل الوقائع اللي من النوع ده تؤكد ذلك. أنا ما أقول لك ما تدافع عن قبيلتك ولا عن عشيرتك، تحقك أنت، لكن أنت غضبت من أجل قبيلتك، ليش ما تغضب اليوم كمان من أجل الأبرياء القاعدين يتخطفوا من بيوت؟ أو ليش ما تغضب اليوم كمان عشان النساء لو اغتصبت أو عشان يتبعت أعضاهم قطع غيار في سيناء؟ غضبت من أجل عشيرتك وقبيلتك، اغضب اليوم كمان من أجل الإنسانية. كمان في دور غائب مع إنه دور فعال في المجتمع السوداني، أئمة المساجد وخطباء الجمعة، وأغلبهم كان يوم من الأيام من منتسبي حركة الجهاد الإريترية من أجل إسقاط سياس وجماعته، لكن الأمور ما ضبطت وأصبحوا دعاة وأئمة مساجد وجزاهم الله كل خير. بس الشيء اللي يزعل لما أنت تشوف واحد يتكلم عن معاناة المسلمين في بورما وفلسطين وغيرها وهو ناسي أو متغافل عن الأشياء اللي قاعد تحصل جنبه. أنت إذا بحق ضد الظلم وزعلك اللي قاعد يحصل، ازعل في الأشياء اللي قاعد تحصل جنبك. خلي يوم واحد عنوان خطبتك معاناة اللاجئين، أقيف يوم واحد وأشرح للمصلين إيش اللي قاعد يحصل بالضبط. المسجد منبر إعلامي وله دور كبير، وكثير من السودانيين ما عارف الحاصل. يبقى لو استغليت منصبك وسخرته لمعاناة الأبرياء أكيد حيكون أفضل من إنك تتكلم صباح مساء عن بورما تبعد منك آلاف الكيلومترات. صدقون لو كل الجهاد عملت ورفضت الجريمة ما كان في حيكون قدرة لشوية عصابة تتحكم بأرواح الآلاف من البشر. يمكن يكون كلام مو صحيح ويكون لكم رأي مخالف، عشان كده تقدروا تكتبوا تعليقاتكم وآراءكم تحت، أو ممكن تتواصلوا معنا على الفيسبوك أو تويتر من خلال الروابط الموجودة في الديسكريبشن حق الفيديو. يا جماعة لما نقول تدعمونا ما معنى إنكم تدفعوا لنا قروش، ادعمونا يعني تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد من نحنزل، وكده حنكون سعيدين جدا جدا. وكده نكون وصلنا نهاية الحلقة، لغاية ما نقابلكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. كونوا